وسائل الإعلام هي إيجابية وسلبية في آن واحد. نتكلم عن السلبيات ونتكلم عن الإيجابيات. كل وسائل الإعلام، وسائل الاتصال بما في ذلك التلفزة، بما في ذلك الهاتف النقال، الألعاب الإلكترونية إلى غير ذلك. هنا في الحقيقة عندما نتكلم عن هذه الوسائل، ضررها أكثر من نفعها. لماذا؟ لأن عندما نقول عن ضرر، عندما تكون عدم الرقابة، عدم رقابة الأسرة وعدم رقابة المحيط، احنا نشوفه على كل حال في بعض الألعاب للأسف الشديد الإلكترونية تؤدي إلى ما نسميه إلى العدوانية وإلى العنف وإلى شخصية متوحشة، لأن الطفل مازال ما وصلش المرحلة اللي هو باش يشوف هذه الألعاب هذه، لأن هذه الألعاب راهي عندها أشياء كبيرة. المؤسسات التجارية باش يعني تسوق المنتوج نتاعها لابد أن تقوم بهذا المنتوج على الأطفال، والأطفال متشوقين، لأن الطفل هو أمبراطور في حد ذاته. الأمبراطور ينتعه يقول لك أنا القوي، أنا كذا، أنا كذا، ويصبح مثل القوة نتاعه والعظمة نتاعه أمام الأطفال الآخرين. وبالتالي هذه الألعاب فهي مساوئها أكثر من منافعها، وخاصة رانا نلاحظوا في الأسرة كيفاش أنا نخلي الطفل نتاعي على الهاتف مدة نتاع 3 ساعات وربع ساعات وما نراقبوش. هذا هو الخطأ الكبير. حبيت باش ترافق وليدك في الدراسة أو كذا، دير له هاتف اللي ما فيهش الانترنت باش نشوف وليدي ولا بنتي وراهم. فقط علاه حتى نروح ندير له أنا هاتف نتاع آيفون، وندير له هاتف نتاع كذا، وندير له هاتف نتاع كذا.